صباح الخير. السلسلة عقدة العقد ولكل عقدة ألف حلال. الميزانية اللي سلكت بنودها طريق الإقرار وقفت بانتظار فك لغز تمويل سلسلة الرتب والرواتب. الأساتذة والموظفين ناطرين على أحر من الجمر، والمواطنين ناطرين بدورهم انطلاق مسيرة العهد الجديد الواعد بالمن والسلوى. وحدهم السياسيين واقفين على رصيف محطة الانتخابات النيابية بانتظار صفارة الانطلاق للركوب بالقطار السريع باتجاه مقاعد المجلس النيابي. خلص شباط اللباط ودخلنا بشهر أذار، والأنظار إلى صيفية قريبة بتبشر بموسم حرزين. فالسنوات الماضية شهد لبنان ركود بالقطاع السياحي والخسائر بالجملة، إلى جانب السياحة التقليدية ظاهرة جديدة وهي السياحة الشبابية يلي بتقوم على مبدأ الاستضافة المتبادلة بالبيوت وكلفتها متدنية. أهمية هالنوع من السياحة أنها بتخلق مساحة للحوار وتبادل الثقافات. تقرير للزميل خالد أبو شقرة من تابعه سوا. السياحة الشبابية مفهوم جديد للسياحة بدأ ينتشر بالعالم العربي، بيركز على عيش تجربة حقيقية بالبلد المقصود بدل صرف ثروات بالمنتجعات السياحية والأماكن الفخمة. المفهوم مازال غريب وبتواجه عقبات كثيرة، ليس أقل الأوضاع الأمنية والسياسية بالدول العربية، وهو الأمر اللي دفع الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب لتنظيم المؤتمر العربي الثالث للسياحة الشبابية بهدف كسر الحواجز ووضع الخطط المستقبلية لتنمية هالقطاع. نطمح من خلال هذا المؤتمر أن نوجه صرخة للمسؤولين بالعالم العربي الاهتمام بقضايا الشباب، لأن الاستثمار على الشباب هو استثمار على المستقبل واستثمار على أجل الأوطان ونجاح الأوطان. أنا أعتقد أن في يعني الاهتمام بمبادئ الجودة وتطوير البيوت وضخ أموال لتطوير المنشآت، هذا ما يجذب الشباب، وبذلك تعود السياحة الشبابية إلى مواقعها المطلوبة اللي هي في بيوت الشباب. السياحة الشبابية هي اللي بتحمس الشباب يتنقلوا من منطقة لمنطقة ويكتشفوها بطريقة مميزة، لأن احنا بس نقول جايين عرب دغري منروح على المناطق الغالية بالدول العربية ومنقول لا بدنا نحطهم بخمس نجوم، لا، نحن بيوت الشباب رح نستقبل الشباب بسعر خفيف نظيف يقدر يخليهم يجوا يستمتعوا بطبيعة لبنان. بعيدا عن السياحة التقليدية اللي بتركز على زيارة الحجر قبل البشر، عم تعمل بيوت الشباب العربية على خلق مساحة للتواصل بين الشباب العربي والمساعدة على تنمية موهبة الحوار وتبادل الثقافات، هذا بالإضافة إلى خوض تجربة حقيقية والتعرف على أساليب العيش. يمكن بآخر فترات الوضع السياسي أثر كتير على الشباب وتشتتهم أكثر، فهيدا المؤتمر بيجمع الشباب العربي لحتى يرجع ينشط السياحة بلبنان أكثر. هاي التجربة بتعرفك على بلدان، على ثقافاتهم وحضاراتهم، بتتعرف على الأشخاص، على الكلتشر تبعهم، كيف بيفكروا، كيف بيتعاملوا مع الآخرين، وأكيد بتتعلم منهم كتير أشياء. إنه عرفنا في برشا ثقافات، تعرفنا على طبيعة العيش في لبنان، عمق الثقافة اللبنانية، تراثها الكبير برشا، واللي الحقيقة معناها في أول زيارة لنا اكتشفنا انه خسارة ان ما جيناهش من قبل، يعني بامكانيات بسيطة وبتفاصيل ابسط بين الافكار الكثيرة للمجتمع العربي كله. التعريف بالدول العربية، التعريف بما تزخر به كل الدول العربية من مناطق سياحية، التقارب بين الشباب، التواصل ما بين الشباب، الاحتكاك، تبادل الخبرات. أهم ما في هذا النوع من السياحة هو إعطاء نظرة إيجابية عن الدول العربية وتغيير الثقافة السائدة حول السياحة سواء كانت مادية أم معنوية. وبنوصل إلى
لسؤال اليوم، سؤال اليوم كتير مهضوم، كيفك أو كيفك أنت وحماتك أو أنت وحماتك بيارات؟ سبا مش الحال. سبا يعني هالخفي. لا أنا يعني بتعرفيني كيف كله يعني منيح هيك بوزيتيف. يلا نشوف الناس شو جاوبت بهالتقرير. ماني مجوز مش زابطة. ليش شو بهالحما؟ في هيك وهيك. ممكن الحما بتحس الكنة دخيلة أو أنا حماتي كانت تحب الصورة كثير، بتحب الصورة، بتحب العريس يعني، بس ماتت ما لحقتها، بس عسلمتها كانت الله يرحمها. ما أنا مش مجوزة. لا لشو لشو هم؟ يعني إذا لبس الكنة شي منيح تقوم الحما بتقول لك لك ابني عم يشتري الفستان، أحلى فستان وأحلى قنطرة وأحلى سكربينة، تقول لها عالدنيا. بين الحما والكنة صار شام المصار بيقول مثل لك ما بينطقوا الحما والكنة ولا بيتفقوا ابدا ابدا. حماتي والله لا يريها بديار حدا. الله يرحمها، منيحة هي كتير، حرام يعني حما وام كانت مستحبا. ايه يا اهلا وسهلا. ميتة ما بعرفها، اخدته يتيم. زامطة زامطة انا. ايه كنت من اللي عنا الساعة لك. عفيني عفيني. هاي كيفك؟ هي عايشة محبة ومرة يعني هيدا شغيلة وبتحب ولادها مش كتير منيح. مثلا هاي ما تحطيها هون، هاي حطيها هون، هاي كذا بس مرد اعمل انا مثل ما انا بدي. هيك نحبها، هيك نحبها، بخذها على البحر. ايه بتجني. لا بتجني بتجني بتجني. لا بتجني. لا لا كتير بحبها. لا بتجني بتجني. لأنه كل واحد قاعد لحال، لما بيكون إنسان قاعد مع التاني سوري يمكن المسارين بتتخنق مع بعضها، يعني إنه ما في مشاكل بين اتنين، بس لما يكونوا هن كتير بعاد بالعكس بيكونوا كتير قراب من بعض. آه ما بيخلصوا المشاكل، ما بعرف ليش بتتدخل كتير. ايه ما بتهدى. كنا عطول دبي وعصري بجنن كتير منيح كتير منيحة. الله يرحمها كانت أحسن العالم. ليك بالنهاية ما في حما بتنطق. لا انه هيك وهيك، هلا في منه النكتين وفي منه مش نكتين. عسلامة عينة بتجنن حماتي. بتجنن ما في مثلها، ما في مثلها، ما عندها بنات بتحبنا مثل بناتها ونحن بنحبها كمان. ما في مثلها، في حما ممكن تكون افضل من ام. هلا اذا كنت قريبة بتتدخل، انا حماتي بعيدة لانه بغض تحبك وقربتها سبك اجمالا. هلا مش كل اصابعك العشرة مثل بعض، فمش كل الحماوات مثل بعض. والله الوضع مستتب يعني منيح. هلا هلا.